أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا التالية وفقرة جميلة معك سلمى. أكيد نور، رح نحكي اليوم عن الأشغال اليدوية. مين فينا ما بيحب الشيء اليدوي والهاند ميد يكون موجود بقلب البيت؟ مين فينا ما بيقول إنه طبعا هي القطعة جميلة؟ قديش الشخص نفسه اللي بيشتغل القطع اليدوية بياخد سعادة، بيقول هي القطعة لما بينجزها بيقول قديه حلوة، كيف هي السعادة لما بيقدر ينقلها للآخرين من خلال طبعا ما يقدم هذا الشيء، ان كان بمعرض او ان كان ببازار او ان كان حتى على صفحته على الانترنت ليجذب الناس ويقدمه بسعر مناسب، هو يكسب وبنفس الوقت يزيد هذا الجمال والتبادل الحلو. طبعا اليوم رح نحكي عن اعاده تدوير الاقمشه، ومعنا السيده هناء العكاش، هي من نحلات سوريا. طبعا بنوجه لهم تحيه كبيره، عم بيكونوا معنا بصباحنا غير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح النور، يسعد صباحكم، اهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكي برحلتنا الصباحيه. بدنا نوجه تحيه لكل النحلات اللي دائما بيكونوا لهم جزء خاص بصباحنا غير، لانه فعلا هيدا الجروب مثل النحله ما بيقعد بلا شغل، ودائما الانتاج بيكون فعلا جميل. الاعمال اليدويه لها حصه كبيره عند السيده السوريه، خلينا نحكي عن هي الاعمال اليدويه بالبدايه. هلا نحن حكينا يمكن اكثر من مره عن اعاده تدوير الاقمشه. نحن عندنا يعني هي مهنه بالاصل هي تراث سوري، يعني نحن ما عملنا شيء جديد، نحن كل شيء سويناه انه نحن نقلناها لمرحله انه تكون قطعه فنيه، بدل ما كانوا اهالينا يعملوها للاستخدام اليدوي بالبيت، يعني كانوا يستخدموها يمدوا عليها البرغل، يستخدموا احيانا القطيه شيء، فنحن صرنا نشتغلها بطريقه اذا بدنا نقول علميه اكاديميه، صرنا نعمل منها لوحات فنيه حتى نقدر نحن نسوقها. اكيد معنا اليوم نماذج متعدده من خليني اقول من شغلك، يمكن نحن عم نفرضهم كثير. عم تقولي لي هي اهم قطعه، ما بعرف على انه كاميرا لازم اعرضها لحتى تكون ظاهره واضحه مع المشاهدين. لا. تمام، العكس هيك، بس هي لوحه. تمام هيك هي. ساعديني هي فيها، خليها تظهر، يظهر هاي التفاصيل الحلوة ونحن عم نشوفها على الشاشة. إذا فينا نحكي ليش اعتبرتي هي من أهم القطع بين لا قطعين. أنا الحقيقة مو اعتبرتها من أهم القطع، بس هي قطعة مميزة. ليش؟ لأنه نحن بالتدريب نحن بنتدرب إنه نعمل قطع، أول شيء 4 بعدين 12 بعدين بنعمل وجه المخدة، كمان هاي وجه مخدة وهي القفة تبعه بيكون مرتب. اي، وبنفس الوقت كان طالع شرشف هون. هي المراحل اللي بنعملها لناخذ شهاده اثبات حرفي، يعني مثل بالمدرسه بنتعلم الالفبي لناخذ نحن الشهاده. بعدين يعتبروا هيك هدول تدريب، هدول حتى متدرباتي مو شغلي انا، هذا متدربات، هدول متدرباتي. هي التقنيه يعني الحرفيه كلياتها اللي عم نشوفها ونسجل نحن اسمائنا من هون. حلو، اسماء السوسي. اي بس هيك متدربات وانتاجهم هيك، يعني متدربات والانتاج عم يكون جميل هيك. طبعا مع الوقت بعتقد كمان بيطلع بطريقه اجمل واجمل، لانه فعلا كل قطعه مثل تحفه صغيره، لوحه في فنيه مهاره اكثر. فانا اللوحه هي، بس انا بدي اقول انه انا استفدت طبعا من هذا التدريب. انا هي القطعه المحرمه عندي اياها هديه ومن حد عزيز علي، بس انا ما عم بقدر استخدمها بمكان، فانا دخلتها هون لحتى بقى. فانا اللي بدي اقوله انه نحن بعد ما نكفي التدريب نحن بنصير نقدر نبتكر. حلو، هذا الشيء اللي انا كان بدي اسالك عنه. اليوم بشكل عام المهن اليدويه في جزء منها بيكون خيوط عريضه او خطوط عريضه مثل ما بنقول، انه مثل ما حكيتي هي مثلا كل حدا بده يشتغل هذا النوع بده يتدرب، بده يتدرب عليها، بعدين ببلش بقى الحرفيه، البصمه الخاصه. صحيح. قديش انت حابه تتركي شيء مخصص، ان كان من انواع القماش اللي بتدخليه، ان كان حتى من شكل التكوين اللي موجود، نحكي عن هذا الشيء والخط الخاص لك، يعني انت ضمن نحلات سوريا ولكن اكيد لك بصمه خاصه. ايه اكيد، كل نحله فينا بتصير بالاخير بتاخذ اتجاه بطريقه القطبه، بطريقه الوانها، بطريقه شغلها. فنحن هلا النحلات كلها حتى نقدر نعطي عمل، عملت الدكتوره سحر معرض نحلات سوريا كل 3 شهور، ونحن اليوم بحب نوه انه اليوم عندنا الساعه 5 افتتاح معرض نحلات سوريا ربيع 2021 بكفر سوسي الساعه 5، فنحن بنتمنى انه أكيد الناس كل يشارك معكم، الكل يجي ويشارك.
نحن هلا الخط تبعنا كنحلات، لانه نحن صحيح كل وحده الى اتجاه لحالها، بتروح بتاخذ قطبتها بتاخذ شغلها، بس بالحقيقه نحن كلنا كمجموعه بنشتغل كنحلات، يعني فعلا نحن خليه نحل وبنكمل بعض. كم سنة صار لك بمشروع نحلات سوريا تقريبا؟ من 2018. من 2018 يعني وقت طويل نور، وعم نشوف انه السيدات حتى نحلات سوريا، تذكري لما استضفناهم اول ما بداوا المشروع صحيح. كانوا معنا ب 2016 تقريبا، اول ما بداوا مشروع تقريبا، وكانت دكتورة سحر من ضمن الموجودين، هي صاحبة المشروع صاحبت كله الفكرة. قالت معلومة انه في سيدات اندمجوا من كل المجتمع السوري، يعني عنا السيدة اللي كانت مهجرة من الغوطة موجودة مع السيدة المقيمة بالشام. أهمية هذا الشيء قد ايه هلا عم نشوف هذا النتاج وهلا بشكل واضح. الهدف الأساسي مو فقط إعادة التدوير، وقديش فيها السيدة تعيل نفسها ليكون في عندها مصدر رزق، وهذا اللي كنت أسأل عنك عنه. نقطة تانية، عملية التضريس في جزء كبير منه إعادة التراث اليدوي، إحياء التراث، إحياء التراث بطريقة معنية، يعني لأنه عم نشوف كنا عم نتابع تطريز فلسطيني، تطريز أهل السويدة، تطريز لكل محافظة. هاي نقطة كتير مهمة. قديش اليوم لما نقول لأنه موجود هيدا التراث بس أنا عم عيد إحيائه، لأنه الموضة دخلت بحياتنا بشكل كتير كبير، الأجهزة السريعة، ما عاد في ناس يمكن عندها هذا الخلق أو النفس الطويل. نحن عم نحكي عن تطريز لكل محافظة بتمتاز فيها، اليوم عم نشوفه ضمن المشروع تبعكم. الحقيقة أنت يعني نوهتي على نقطة نحن كتير هامي، إنه نحن النحلات صرنا عم نشتغل وصار عنا إنتاج صحيح. ونحن بنتمنى من وزارة السياحة تساعدنا، لأنه بدال مثلا نحن الأماكن التراثية عنا بسوريا، مثلا هلأ صاروا كل المطاعم بدمشق القديمة أو أوتيلات، بدل ما كله بيجيبوه جاهز وبيحطوه، ليش بقى ما يحطوا التراث تبعنا؟ فهذا بيكون فرصة عمل لنحلات سوريا. بعدين في شغلة جديدة كمان نوهتي عليها، إنه نحن حاليا صار عندنا تزاوج بين الحاضر وبين الماضي، فهلا نحن عندنا عرض أزياء، عم تصميم أزياء رح ندخل فيه إعادة تدوير الأقمشة. هذا جميل كتير، عم حلو ندمج القطع بين الحاضر والماضي. يعني المعرض الهدف منه الأساسي هو رفع نوعية العمل، يعني أكثر ما يكون إنه مسابقة أو بدي أخذ جائزة، لا، هي رفع نوعية العمل والتقنية تبعيته، وتصير كل واحد شو عنده شيء جديد يطلع ويبدع فيه، وبنفس الوقت لنقدر نسوق. أكيد. يعني هو الهدف الأساسي بالتسويق. نحن منتم دائما، انا قلت قبل هالمره هون، وهي رساله يمكن عم توجهيها خلال وجودها اليوم معنا، لانه العمل اليدوي بياخذ جهد، بياخذ شغل، بياخذ وقت، فهو عمليا مانو رخيص الثمن مقارنه بالوضع عندنا. لا بس بعتقد يعني اسعارهم اقل من اسعار السوق العالي هلا، يعني لما انا اخذ قطعه من تراث ومميزه، احيانا عم تشوفي قطعه ما فيها اي تفصيل وغاليه بشكل كبير. صحيح. فنحن هلا الحقيقه عم نحاول انه يكون عندنا انتاج، بس انتاج بنوعيه جيده حتى يتم تسويقه، واكيد بدنا مساعدات الجهات المعنيه بهالشيء. اكيد. هلا طبعا وجودك معنا اليوم هو لوحده رساله. نحن عم نحاول دائما من خلال صباحنا غير ندعم كل المشاريع، كل السيدات وحتى الموهوبين على مدار الجغرافيا السوريه. دائما لكم مساحه هون لحتى نعرض ابداعكم، وممكن يكون صله وصل بينكم وبين اي جهه ممكن تتبنى هاي المشاريع. ان شاء الله. قبل ما نختم معك، يعني خليني اقول قديش في قطع بتكون غاليه عليك، يعني اليوم كل ست اساسا وهي عم تشتغل بقلب البيت تعطي من روحها، خصوصا انه هي القطع أكيد. كلها انت، هي من قلب بيتك يعني. قد في هيك قطع بتقولي هي القطعه انا عملتها بس ما رح بيع، حتى لو قد ما اجاني فيها صحيح. سعر، انا هي القطعه الي. صحيح. احيانا نحن بنكون عاملين القطعه من مثلا من ماشي فيها ذكرى، أو فيها مثلاً غالي، أو فيها مناسبة، أو بتذكر بشيء، أو إلى يعني خصوصية، فبيرتبط واحد معها يعني أكيد وبيحبها. يعني أنا مثلاً هاي وقت لعملتها الحقيقة هي من صديقة يابانية، تمام. وهذا الشكل ياباني، يعني ما دخل بالتراث، فتركتي هذا الأثر موجود دائماً معي. هذا إنه أنا من رفيقتي، بس أنا ما عم بقدر كنت استخدمها بشيء،
فأنا هلأ سعيدة كثير إني أنا قدرت حطها وهي قدامي على طول. أكيد بدنا نشكر وجودك معنا. شكرا كثير إليك. تحية إليك وتحية لكل نحلات سوريا. وبعيد أنا بكرر بقول اليوم مدعوين الكل لزيارة المعرض، هو الساعة 5 كلياتنا رح نروح. أهلا وسهلا. ثقافة كفر سوسي. بدنا نشكرك الست هناء العكاش، النحلة السورية اللطيفة والجميلة معنا، ولكل نحلات سوريات. شكرا كثير إليك.